بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة 7 قياس الأداء أمثلة تطبيقية مثال واحد يقوم قسم المواتير بشركة لإنتاج الثلاجات بإمداد قسم إنتاج الثلاجات باحتياجاتها من المواتير ويبلغ سعر السوق للماطور 70 ريال وفيما يلي بيانات تكلفة المطور مدينا عناصر التكلفة فيه تكلفة فعلية وفي تكلفة إيه؟ معيارية. المواد المباشرة أعطيني الفعلية والمعيارية والأجور المباشرة والتكاليف إضافية متغيرة وتكاليف إضافية إيه؟ ثابتة. المطلوب رقم واحد في المطلوب واحد تحديد سعر التحويل على أساس سعر السوق إذا قررت الإدارة تخفيض السعر بمقدار 20% لعدم وجود تكاليف تسويقية. المطلوب الثاني ما هو سعر التحويل إذا رأت الادارة تحديد سعر التحويل على اساس التكلفة الفعلية لما يقول التكلفة الفعلية ويسكت يبقى المقصود بقى التكلفة الفعلية الكلية رقم ثلاثة ما هو سعر التحويل اذا رأت الإدارة تحديد سعر التحويل على اساس التكلفة المعيارية لما يقول التكلفة المعيارية ويسكت يبقى التكلفة المعيارية الكلية اللي هي مواد واجور ومتغيره وثابته كله، 4 ما هو سعر التحويل اذا ما قررت الشركه تحديد سعر التحويل على اساس التكلفه الفعليه زائد 20% من هذه التكلفه. مطلوب 5 ما هو سعر التحويل على اساس التكاليف المتغيره الفعليه. 6 ما هو سعر التحويل على اساس التكاليف المتغيره الفعليه بس المره دي زائد 20% من هذه التكلفه. سبعة ما هو سعر التحويل على أساس التكلفة الأولية المعيارية حل المثال واحد تحديد سعر التحويل على أساس سعر السوق إذا قررت تخفيض السعر بكام حول سعر التحويل يساوي سعر السوق ناقص تكاليف التسويق سعر السوق كان معطى ب 70 طب هنخفضه كام 20% يبقى 70 ناقص افتح قوس 70 في 20% يبقى 70 ناقص 14 يبقى 65 ريال للوحده مطلوب اتنين سعر التحويل على اساس التكلفة الكلية الفعلية يبقى التكلفة سعر التحويل يساوي التكلفة الفعلية الكلية للوحدة يبقى اجمع بقى الفعلية ال عشر وال 18 وال 8 مواد واجور ومتغيرة وثابتة كله يبقى ستين ريال للوحدة مطلوب ثلاثة سعر التحويل على اساس التكلفه المعياريه يبقى سعر التحويل يساوي التكلفه المعياريه الكليه للوحده يبقى ال10 وال15 وال25 يبقى مجموعهم 50 ريال للوحده أربعة سعر التحويل اذا ما قررت شركه تحديد سعر التحويل على اساس التكلفه الفعليه مضاف اليها 20% طب سعر التحويل هيساوي التكلفه الفعليه للوحده زائد ال 20% هي كذا في المية دي اللي هم حديتها لي في التمرين 20% كنا جمعين التكلفة الفعلية الكلية كنا جمعينها في المطلوب قبل كده 60 يبقى اقول 60 زائد افتح قوس 60 في 20 يبقى 60 زائد 20 في 60 بكام؟ ب 12 يبقى 72 ريال للوحدة مطلوب خمسة سعر التحويل على اساس التكاليف المتغيرة الفعلية هنا التكاليف المتغيرة اللي هي مواد كانت معطى مواد مباشرة أجمع لها أجور مباشرة أجمع لها ت صناعية متغيرة يبقى أي متغيرة زائد أي مباشر يديك التكلفة الإيه؟ المتغيرة أوعى تفكر 8 بس ليه خدنا ال 14 وال 18 لأن دول مباشر وكل ما هو مباشر بالضرورة متغير يبقى أي تكلفة يقول لك عليها مباشرة تبقى هي متغيرة. يبقى لما يطلب مني التكلفة الفعلية المتغيرة يبقى آخد كل المباشر وأضيف عليه الإيه؟ الغير مباشر المتغير. يبقى يطلع 40. مطلوب 6 سعر التحويل على أساس التكلفة المتغيرة الفعلية مضاف إليها 20%. التكلفة المتغيرة الفعلية كنا جمعناها في المطلوب السابق ب 40. بقول 40 زائد 40 في 20%. في يبقى 40 زائد 8 يبقى 48. مطلوب سبعة سعر التحويل على أساس التكلفة الأولية المعيارية التكلفة الأولية اللي هي مواد مباشرة وجور مباشرة بس بناخدهم معيارة عشان هو طالب معيارية لو طلب فعلية ناخدهم فعلية يبقى كانت معطى 10 زائد 15 يبقى 25 ريال للوحدة